السحاب. إذا حطيت الكلام أمرك شوي يمين. بداية نشكر جميع المستقبلين في هذا المطار الكبير على حفاوة الاستقبال حقيقة، واليوم نادي العامرات الحمد لله سجل موقف تاريخي كبير بالانسحاب من هذه البطولة. وحقيقة النادي أول ما وصل على أن في نادي من الكيان الصهيوني موجود خاطب اللجنة المنظمة للبطولة على أن النادي على نية الانسحاب، ولكن اللجنة المنظمة ارتأت على أن يكون الحل في روما، فالنادي وصل إلى روما واجتمع اليوم الثاني مع اللجنة المنظمة وبدأ رأيه في الانسحاب، لكن اللجنة المنظمة ارتأت على أن في حلول، ولكن الحلول كانت على أن النادي لا يلعب فقط مباراة مع الفريق الكيان الصهيوني، ولكن النادي أصر على عدم وجود نادي صهيوني في هذه البطولة. وبعد رفض اللجنة المنظمة لمطلب النادي أعلن النادي انسحابه في مساء يوم الخميس، والحمد لله كان هذا الانسحاب بمثابة إنجاز للنادي. يعني والله كان قرار يعني سعدنا فيه صراحة، لأن احنا كدولة كمجتمع إسلامي احنا ما معترفين مثل هذه الدولة، فكانت يعني ردة الفعل كان الشباب يعني يريدوا لعبوا البطولة، فلما جاء القرار واتخذ القرار قرار نهائي احنا سعدنا، لأن احنا ما نتشرف نلعب مثل هذه الفرق ضد هذه الفرق من هذا الكيان الصهيوني. والله شعرنا بالفخر والشرف الصراحة وبارتياح حينما لعبنا مع هذا الفريق الصهيوني، اللهم لك الحمد على هذا القرار، والقرار الصراحة في محله طلع. فريق نادي العامرات اللي طبعا فعل في هذه البطولة لم يفعلها أي فريق ثاني، موقفه هذا اللي أداه موقف صراحة يعني يحسب أو يكتب في التاريخ حتى بالنسبة لهذه البطولات الشاطئية. انسحابه هي بطولة بذاتها، بحد ذاتها هي بطولة، لأن هذا الكيان اللي جالس يقتل في الناس واللي جالس يعمل الخراب في الأراضي الفلسطينية لابد أنه يحاسب. اليوم حقيقة هذا قرار جريء وكبير من نادي العامرات ومن رئيس نادي العامرات، هم من قرروا الانسحاب، وكان الانسحاب فعلا في محله. اليوم حققوا بطولة أكبر من هذه البطولة اللي كانوا بيأخذونها، هي نصرة أهلنا في فلسطين، نصرة أهلنا في غزة.